بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي نلتقي في حلقة جديدة للتحاور ومناقشة جزء مهم من مشاكل مخالفات البناء التي يتم تقديم ملف التصالح عنها. ونتكلم في جزئية شائكة اليوم وهي الملكية المشتركة في العقار. احنا ذكرنا قبل كده في حلقة سابقة عن مالك الشقة ومالك العقار، راجعوها هتلاقوا فيها معلومات مفيدة تكمل ما قيل في هذه الحلقة لربط المعلومات كما تعودنا. اليوم نتكلم عن الملكية المشتركة في العقار. في متابعة قضايا البناء وفي المخالفات بشأن الملكية المشتركة، نتناول حلقة اليوم والملكية المشتركة وكيفية تقديم ملف التصالح، ومن له حق تقديم ملف التصالح، أو من المسؤول عن تقديم ملف التصالح عن المخالفات في المباني ذات الملكية المشتركة. احنا عندنا ثلاث افتراضات في هذا الإطار. الافتراض الأول أن يكون العقار مشترك بطبيعته، والافتراض الثاني أن يكون العقار مشترك الملكية بين شريكين أو أكثر. الافتراض الثالث وهو أن يكون العقار المشترك تم إنشاؤه بمعرفة شركة باعتباره مشروع استثمار. وهتناول في هذا الأمر توضيح وتفسير الافتراضات الثلاثة. العقار المشترك بطبيعته هو ذلك العقار الذي دخل إلى ذمة ملاكه رغما عن إرادتهم، مثل العقار الموروث، وكان مالكه المورث مخالف فورثوا العقار بمخالفته. يبقى فيه ورثة ورثوا عقار مورثهم اللي توفاه الله وترك العقار ده من ضمن تركته هو اللي كان أجرى المخالفة. والشراكة المقصودة هنا في الملكية هي شراكة لتحديد المسؤولية عن المخالفة ومن له حق تقديم ملف التصالح في أوصاف القانون 17 لسنة 2019 وتعديله 1 لسنة 2020 والقرارات الوزارية الموضحة والمكملة له. حيث يكون العقار المشترك بطبيعته موروث وملكيته شائعة بين عدة ورثة. ورث تملكه العقار بالميراث الشرعي عن مورثه بمخالفته زي ما قلنا زي ما هي كده. فعندنا بعض النقاط هنفرقها في هذه الحالة، في حالة العقار الموروث في البند الأولاني اللي هو العقار المشترك بطبيعته. الملكية المشتركة بطبيعتها في الميراث بيلجأ الورثة بينهم وبين بعض إلى تحرير عقد قسمة وتراضي لتخصيص كل وارث لجزء من العقارات الموروثة أو لجزء من العقار الموروث. إذا كان مثلا عمارة من عدة شقق يبقى كل وارث تخصص بشقة معينة أو دور من الأدوار في العقار الموروث اللي فيه المخالفة. وإذا كان معلوم لديهم أن المخالفة موجودة بيتفقوا بينهم وبين بعض بتعويض أحد الورثة اللي بياخد المكان اللي فيه المخالفة بتعويضه ليتخصص أو ليختص بالمكان اللي فيه المخالفة، بيقدم عنه وبموجب الإعرام الشرعي وبموجب عقد القسمة اللي خصص له المكان بيقدم ملف التصالح بموجب محضر المخالفة عن المورث مرتكب المخالفة. ده في حالة لو تراضوا وتقاسموا بينه وبين بعضهم وخصصوا واحد فيهم اللي يقدم عن المخالفة ملف التصالح. طيب نفرض ان هم ما قسموش المال الشائع ما بينهم، الورثة ما قسموش المال الشائع وفق الإعلام الشرعي، بيتنازل او يتم تحديد شخص منهم او بيتنازلوا او بيفوضوا شخص منهم قانونا وفق الاعلام الشرعي او بيحرروا توكيل وفق الاجراء القانوني المناسب في هذا الاطار عشان يقدم هو الملف بنفسه
بموجب المستندات اللي قلنا عليها، وبيعوض عن عقد القسمة، بيعوض عنه التنازل أو الإجراء الآخر بالتوكيل أو ما إلى ذلك، حسب ما محاميهم يحدد الإجراء الصحيح عشان يبقى ماسك ورقة الضد الباقي الورثة يحفظ حقهم. وبيروح يقدم ملف التصالح بموجب محضر مخالفة والإعلام الشرعي والأوراق الأخرى المكملة للتركة زي ما احنا قلنا ووصفناها دلوقتي، بيقدم ملف التصالح عن باقي الورثة، ولازم يثبت صفته في ملف التصالح بالإعلام الشرعي مثلا انه احد الورثة او احد ورثة المخالف اللي هو محرر له محضر المخالفة، بيقدم الصفة دي في الملف وهو الإعلام الشرعي تحقيق الوفاء أو الوراثة، وكده بيكون ملفه سليم وكامل ويقدم ملف التصالح ويكون مقبول بإذن الله. طيب دي الحالة الأولانية اللي هي حالة العقار المشترك بطبيعته الموروث. طيب الحالة التانية عقار مشترك أنشأه شخصين أو أكثر بالشراكة بينهم ومشاع بينهم أيضا، مش مفرز ولا مقسم، أنشأوه مع بعض مشاع أشقاء أو أقارب أو أصدقاء وأنشأوا عقار، والعقار ده هم شركة فيه على الشيوم، ولكن العقار فيه مخالفة لابد من تقديم ملف التصالح عنها لتصحيح الوضع القانوني بتاعها عشان يبقى معهم ما يفيد تصحيح الوضع وتركيب المرافق للعقار. في الحالة دي اللي هي الحالة التانية من الحالات اللي ذكرناها دي، بنقول إيه؟ اللي هي الصورة التانية من الشراكة في الملكية العقار المخالف، بيتم تحديد الشخص القائم بالإنشاء والمسؤول عن ذلك لتحديد مرتكب المخالفة. مين اللي ارتكب المخالفة من الشركاء اللي على الشيوع دول عشان يتحدد، ولابد ان هو اذا كان تحرر محضر لهم يبقى تحدد اسم شخص منهم في المحضر هو اللي هيقدم ملف التصالح اللي اتعمل باسمه محضر المخالفة، وفقا لمبدأ شخصية الجرائم والعقوبات اللي دايما نتكلم عنه، لان الشخص اللي تحرره محضر المخالفة هو الشخص اللي هيكون قانونا في ملف التصالح مرتكب المخالفة، يعني هو شخصيا هو المرتكب المخالفة وهو شخصيا المتحمل للمسؤولية القانونية امام المحكمة في العقاب او في تقديم ملف التصالح. ده اذا كان تحرر محضر وحدد الشخص القائم بالمخالفة وهو اللي بيقوم بدور الشخص ده بتقديم ملف التصالح كما سبق ان ذكرنا وكما هو موظف في حلقاتنا السابقة، راجعوها. واذا لم يكن ذلك يبقى لابد من الاتفاق بينهم على ان يقدم واحد منهم ملف التصالح اذا كانت الملكية شايعة او اذا كانت مفرزة ومحدد لأي منهم حصته، يبقى زي ما قلنا في الحصة بتاع الملكية الشائعة في البند الأولاني، إذا كانت الحصة تم إفراز حصة كل منهم في الشراكة، لو المخالفة وقع في حصة أي منهم يبقى اللي وقع في حصته المخالفة هو اللي هيقدم عنها طلب التصالح، ولابد أن يكون في إتفاق بينهم على ذلك. ده بالنسبة للبند الثاني أو الصورة الثانية من الشراكة في ملكية العقار المخالف. الصورة الثالثة والأخيرة وهي العقار المشترك الذي تم إنشاء ومعرفة شركة اعتبارية أو شخص اعتباري شركة باعتباره مشروع تجاري أو استثماري سواء للسكنة أو للتجارة، يعني سواء اتحرر المشروع ده ككومباوند او مشروع مجمع سكني من هذا القبيل، والمشروع ده فيه منشآت سكنية او منشآت تجارية او كله سكني او كله تجاري حسب الاحوال. هنوضح في الجزئية دي نقط مهمة اللي هي في الصورة الثالثة من الشراكة في العقار المخالف اللي تم انشاؤه بمعرفة شركة، وذلك عما إذا كان المشروع ده تم إنشاؤه بصفته سكني أو تم إنشاؤه كمشروع استثماري تجاري. طيب هنوضح جزئية مهمة قانونية لابد أن تكون في أي شركة إن شاء الله تكون الشركة دي محل بقالة. إيه هي؟
إذا تم تحرير ملف الشركة وتم تحرير السجل التجاري وتم تحرير بطاقة ضريبية وورق رسمي لأي شركة، فلابد أن يحرر في هذه الورقيات مدير مسؤول يحدد في الشركة. ليه؟ لأن المدير المسؤول ده هو اللي بيبقى مسؤول أمام الأفراد الآخرين المتعاملين مع الشركة أو أي مواطن غير المتعاملين مع الشركة أو الحكومة. إزاي؟ المدير المسؤول يمثل الشركة فيما لها لدى الغير من الأفراد أو الحكومة وما عليها لدى الغير من الأفراد أو الحكومة، المدير المسؤول. ولذلك عندما تحرر مخالفة لشركة من الشركات فبيسأل عن المدير المسؤول عن الشركة وبيحرر باسمه المخالفة، ويكون هو الممثل في الاتهام قانونا أمام المحكمة في المخالفة، المدير المسؤول. إذن عندما تحرر المخالفة له على هذا الوضع، يبقى المدير المسؤول أيضا زي ما قلنا إذا كان هو اللي هيتحاسب أمام المحكمة، يبقى زي ما قلنا برضو المدير المسؤول هو المسؤول عن تقديم ملف التصالح عن المخالفة اللي تم تحريرها له عن الشركة. بالضبط زي أي مخالفة بيقدم فيها المدير المسؤول للمحكمة، إذا كان مخالفة مباني، مخالفة اشتراطات الأمنية زي طفاية حريق أو الحاجات المنازل القبيل دي، أمثلة بس بسيطة بقولها كده. إنما كده زي ما بقول كل وجزء المدير المسؤول للشركة والمسؤول عن ما لها لدى الغير أو الحكومة من حقوق أو ما عليها للغير أو الحكومة من التزامات، وجزء من هذه الالتزامات محضر المخالفة لتحرر للشركة اللي هو مدير مسؤول عنها، فبيكون هو المتهم الممثل للشركة أمام المحكمة أيضا في الاتهام. وممكن هو اللي يصدر ضد حكمه بالحبس، وممكن هو اللي يصدر ضد كل الأحكام كشخص مسؤول على اعتبار إن هو الممثل الطبيعي للشخص الاعتباري، لأن الشركة شخص اعتباري، فهو الممثل الطبيعي المدير المسؤول ممثل الطبيعي للشخص الاعتباري المسؤول جنائيا ومدنيا عما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات. ده توضيح الحالة الثالثة، دي مهمة جدا، ولذلك يكون هو أيضا المسؤول عن تقديم ملف التصالح عن الشركة أو عن مخالفات الشركة التي تم تحرير محضر له عنها. أي مخالفات أحدثتها الشركة في المشروع في البناء وتحرر باسم المدير المسؤول عن الشركة محضر مخالفة، يتقدم هو بملف التصالح للوحدة المحلية المختصة أو إذا كان في مدينة من المدن الجديدة لجهاز التعمير المختص عشان يقدم ملف التصالح وفقا للشروط والمواصفات التي ذكرناها في الحلقات السابقة. راجعوها حتى تكتمل المعلومات كما تعودنا في ذلك. طب احنا لما بنقول الكلام ده بنقوله ليه؟ هو احنا ذكرنا جزئية مهمة في حلقة سابقة، وهي هل المخالفة على مالك العقار ولا مالك الشقة؟ الجزئية الشائكة اللي تحدثت عنها كل وسائل الإعلام وكل أدلى بدلو في الموضوع، سواء كان وزير التنمية المحلية أو بعض من المرؤوسين، كل واحد أفتى بفتوى سواء كانت قانونية أو غير قانونية. احنا برا القصة دي خالص، ولكن احنا بنتكلم في الإطار القانوني اللي احنا درسناه والمفروض بندرسه، اللي هي ايه؟ طالما في شخصية الغرام والعقوبات، يبقى اللي ارتكب الجريمة لابد ان اللي هو يعاقب، ولابد ان هو اللي يقدم ملف التصالح. طيب حسب الشروحات اللي قالوها بعض الفتايين في وسائل الإعلام وعلى الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي من مسؤولي الوحدة المحلية اللي كانوا عملوا تداخل ما بين المسؤولية ما بين مالك الشقة ومالك العقار، احنا بنقولها برضو في هذا الإطار. انا اشتريت وحدة مثلا من شركة استثمارية بتعمل كومباوند او مشروع مجمع سكني وبتبيع الوحدات جاهزة،
طب انا اشتريت الوحده من الشركه جاهزه، ايه مسؤوليتي عن انشاء العقار مخالف او انشاء الشقه بوضع مخالف؟ لا شيء. ليه؟ مجرد ان ثابت في التعاقد ان اشتريت الشقه جاهزه اترفعت عني المسؤوليه واصبحت المسؤوليه عن اللي باع على اللي باع لي الشقه جاهزه. المسؤول عن انشاء العقار هو المسؤول عن المخالفات الوارده في العقار حتى لو كانت الشقه اللي انا قاعد فيها واشتريتها. انا مش مسؤول عن مخالفاتها، يحاسب عن مخالفتها القائم بانشائها اللي المفروض في متابعه جديه من الحي او الجهاز او الوحده المحليه اللي هو واقع فيها العقار الذي توجد فيه المخالفه اللي انا اشتريت فيه الشقه. المفروض انه في متابعه دوريه عليه في تنفيذ الشروط الهندسيه المطروحه عليه في ملف الترخيص و و و كل هذه الاجراءات وموضوع الجراشات وموضوع كل شيء خاص بهذا العقار. المفروض ان في متابعه دوريه في انشاء العقار لوقفه عند المخالفه. كون ان هناك اهمال من الوحده المحليه او تقاعس في الاشراف او في المرور او ما الى ذلك أو رشاوة أو محسوبيات أو أي شيء من هذا القبيل، كل هذه الأمور كل هذه النقاط فساد فساد، سواء تقاعس أو تقصير يعني مسؤولية تقصيرية أو رشوة أو محسوبية، كل هذه الأمور مفترضة في المخالفة وكلها أمور مسؤولة عنها الوحدة المحلية مسؤولية تضامنية مع مالك الوحدة المالك الأصلي اللي باع لي الوحدة. إنما أنا كشاري أو كمشتري للوحدة جاهزة لا تقع علي أي مسؤولية قانونية بالمرة. هو ده القانون، وأي حاجة حتى لو صدر قانون غير اللي أنا بقوله ده ما يبقاش قانون ويبقى غير دستوري بالمرة. ولو في الوقت مناسب كنت شرحت أقول ليه غير دستوري، إنما هنخلي دي لحنا وفي وقتها. إذن يتم تقديم طلب التصالح عن الوحدة المخالفة في الكومباوند أو اللي أنا شاريها من الشركة من المسؤول عن الإنشاء وليس أنا اللي اشتريت الوحدة جاهزة. موضوع ما فيهوش فصال، ده قانون ما فيهوش جدال. أعزائي، أنا بكده أكون وضحت جزئيات ثلاثة مهمة جدا في تحديد الشراكة في ملكية العقار، سواء كان العقار بطبيعته ملكية مشتركة كالعقار الموروث زي ما قلت قبل كده، أو كان عقار منشأ بين أفراد اثنين أو أكثر بالشراكة بينهم وتحدد المخالفة على مين فيهم أو ما تحددتش، وسواء كان العقار منشأ في الحالة الثالثة بمعرفة شركة كمشروع استثماري، يعني في شخص اعتباري كمشروع استثماري هو مسؤول عنه وبيكون فيه مدير مسؤول للشخص الاعتباري كشخص طبيعي مسؤول أمام الحكومة وأمام الأفراد عما لها وما عليها من حقوق أو التزامات. بذلك أعزائي أكون قد أوضحت الشراكة في ملكية العقار محل المخالفة، وننتظر تعليقاتكم على قناتنا على يوتيوب أنت محامي في برنامجنا المحاماة في ثوبها الأسود، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.